الرحيم أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق وجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد إن شاء الله عز وجل اليوم بدنا ناخذ الأنيميا الأنيميا هذا الشابتر سيعاد بإذن الله عز وجل الفصل الثاني مع مادة اللاب ميديسن أو الطب مختبرات أو الطب المختبرات فعشان كده يا إخوانا لازم تحفظ كل كلمة في الشابتر لأنه مهمة والشابتر حلو وسهل إن شاء الله عز وجل طيب إيش هي الأنيميا؟ الأنيميا الأنيميا إنه نقصان توصيل الأكسجين للتيشوز Reduction Oxygen Transporter Capacity of the blood That result from A reduction of the total circulation red blood cell masses to the subnormal level يعني بدل ما يكون مثلاً من 4 إلى 5 مليون red blood cell لكل 1 سنتيمتر صار مثلاً مثلاً صار مثلاً 3 مليون red blood cell 3 مليون، لاحظ قل مثلا من 4 مليون قلت عدد الريد بلاتسيل سيل ل 3 مليون. لما تقل عدد الريد بلاتسيل سيل ل 3 مليون إذن قل عدد الهيموجلوبين. ما هو يا اخوانا الهيموجلوبين الذي يحمل الاكسجين موجود داخل الريد بلاتسيل. اعتقد كل واحد ريد بلاتسيل يحتوي على مليون جزيء من الهيموجلوبين. أنا مش ذاكر الرقم لكنه رقم كبير جدا كل وحدة ريد بلود فإنت لما تقلل الريد بلود إذا قللت عدد جزيئات الهيموجلوبين إذا قللت قدرة البلاد كاباسيتي إنه يحمل الأكسجين تمام فإذا بيكون لو هيموجلوبين لو ريد بلود سيل كاونت لو هيماتوكريت أو باكج سيل فوليوم إيش يعني؟ الآن يا إخوانا أنا باخد عينة بلاد وبحطها بتيوب بعد كده بالسنتر فيوجيشن بدي احطها على جهاز السنتر البلازما بتطلع لفوق وهاد خلايا الوايت بلاد سيل خلايا الوايت بلاد سيل الليكوسايت والثرومبوسايت يا إخوانا قصده الثرومبوسايت يعني البلاتلت قصده الثرومبوسايت يعني البلاتلت وهذه هي الارثروسايت او هذا هو الريد بلات سيل اذا بالسنترفيوجيشن حجم حجم الريد بلات سيل من كل العينه من كل العينه بسميها باكيج سيل فوليوم فاكيد لما يكون عندي انيميا اي حجم الريد بلات سيل قليل لما يكون عندي انيميا عدد الريد ابلاد سيل كاونت قليل وبالتالي حجم الريد بلاد سيل هذا قليل اذا الهيماتوكريات فاليو او بنسميه باكج سيل فوليوم باكج سيل فوليوم هو تركيز الفوليوم تبع الريد بلاد سيل من التركيز الكلي يعني قصده يقول لك نسبة تركيز الفوليوم بيرسنتج يعني النسبة إن ايش يعني نسبة؟ قديش هذا من كل هذا من كل هذه العينة اخوانا ايش يعني نسبة؟ نسبة قديش حجم هذا من كل حجم العينة صح؟ تمام؟ واحنا قلنا هاي البلازما هاي الوايت بلاد سيل وهاي الريد بلاد سيل فحجم الريد بلاد سيل من حجم العينة ككل هو الباكج سيل فوليوم أو الهيماتو كرييت هنا قصده نسبة يعني افهم فاهمين النسبة المئوية تمام بقسم الأنيميا ممكن يقسم الأنيميا يا أخواننا حسب الكوز حسب الكوز وهذه تقسيمة الباثولوجيك باثولوجيكال يعني حسب الباثولوجيكال أو حسب الكوز يعني حسب الاشي اللي عمل الانيميا الكوز او الباثولوجيكال ممكن يكون انا عندي بلاد لوس هلقيت يا اخوانا لو انت صار عندك نزيف وخسرت مثلا ربع دمك مش هذا يا اخوانا بيقلل انت يعني خسرت برضو الريد بلاد سيل برضو لما انت تخسر الريد بلاد سيل اذا صار عندك انيميا يا اخوانا الانيميا عدد الريد بلاد سيل في الدم قليل عدد الريد بلاد سيل في الدم قليل ممكن عن طريق انه البلاد لوس او زياده الديستراكشن للريد بلاد سيل هيموليتيك انيميا ليتك يعني تكسير هيمو يعني خلايا الريد بلاد سيل او نقصان البرودكشن تبعت الريد بلاد سيل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بعض الانيميا ممكن يكون لها تو كوز يعني زي الثلاسيميا الثلاسيميا سببها حاجتين نقصان برودكشن الريد بلاتسيل وزياده الدستراكشن يعني هيو يعني ممكن اوفر يعني في الثلاسيميا بيكون عندي اوفر لابنج ايش يعني اوفر لابنج يعني سببين مش سبب واحد في الثلاسيميا بيكون سببين زياده الدستراكشن ونقصان البرودكشن تمام يا اخوانا لما يقول لي هنا ايرلي ديستراكشن اي خلايا الريد بلاد سيل بتتكسر قبل اوانها الاصل بعد 120 يوم خلايا الريد بلاد سيل تتكسر لكن في الثلاسيميا ممكن بعد 50 يوم هاي قصده ايرلي ديستراكشن ما هو لما تتكسر يا اخوانا بعد 50 يوم اذا انت بتكسر الريد بلاد سيل قبل اوانها وبالتالي انت زياده الدستركشن تبعت الريد بلاد سيل طيب لما انت يا اخواننا يكون عندي انيميا انيميا هذه الانيميا الريد بلاد سيل كاونت عدد الريد بلاد سيل قليل عشان عدد الريد بلاد سيل قليل ايش بيصير بده البون مارو يصنع ريد بلاتسل اكتر، يعني حاول يعوض، اعيد. عندما عندما يكون الريد بلاتسل كاونت قليل، بيصير يا اخواننا الرينال تفرز، ها، الرينال تفرز ايرثروبيوتين. ال 90 من الايرثروبيوتين يفرز من الرينال و10% من الليفر. المهم بتصير الرينال تفرز إريثروبويتين هذا الارثروبويتين يفرز بشكل كبير فبيروح على البون مارو وبيخلي البون مارو تضلها تصنع رد بلاد سيل بشكل كبير تضلها تصنع رد بلاد بشكل كبير لما البون مارو بده يضله اكتف 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 بكبر بصير هايبر بليجيا ما يا اخواننا لما انت بدك تصنع رد بلاد سيل بشكل كبير اذا راح يصير ايش هايبر بليجيا طيب لو كان نقصان الريد بلاد او يعني لو كانت الانيميا سيفير ايش يعني الانيميا سيفير اي انه عدد الريد بلاد قليل بشكل كتير فالبون مارو المصنع مش قادر يلحق عشان مش قادر يلحق بصير يا اخوانا تصنيع للريد بلات خارج البون مارو خارج البون مرو في وين في الليفر في السبلين في الليمف نود لو أنتو ذاكرين انه اصلا اصلا الانسان وهو جنين الليفر الليفر هو اللي كان يصنع الريد بلاد لكن بعد الولاده صار ايش البون مرو او قبل الولاده ابتدت شهور صار البون مرو ولبعد الولاده استمر البون مرو عشان كده عشان كده هجيت حناخد ان شاء الله هجيت حنقرا اذا الثلاسيميا بصير انا عندي اوفرلابنج في الكوز يعني اللي بيعمل لي انيميا في الثلاسيميا ريدكشن اوف اوف برودكشن ريديوس برودكشن للريد بلاد سيل وايرلي ديستراكشن وايرلي ايش ديستراكشن تمام كل اسباب الانيميا بزي الانيميا ايش بتسوي زياده ها زيادة الإريثرو الإريثروبويتين الإريثروبويتين هو عبارة عن جروث هرمون بيزود إنتاج الريد بلاد سيل طيب من أين يفرز؟ من الرينال ومن الليفر وشوية من الليفر طيب إذا يتم افراز الاريثروبيوتين لما الرد بلات تكون قليلة فيفرز الاريثروبيوتين بشكل كبير لكن لو كان انا اصلا سبب الانيميا رينال فيلير ما هو لما الرينال تخرب لما يكون عندي رينال فيلير اذا الرينال مش راح تقدر تصنع إرثروبيتين وبالتالي فيش اشي اللي يحفز البون مارو تصنع اريثرو اه اه تصنع ريد بلاد وبالتالي راح تقل الريد بلاد اي لو كانت سبب الانيميا رينال فيلير او كرونيك انفلاميشن يا إخوانا كرونيك انفلاميشن الانفلاميشن نفسه بميكانيزم معينه بتقلل الاريثروبيوتين بميكانيزم معينه بتقلل الاريثروبيوتين اذا كل الانيميا بتزود انتاج الاريث آه ب... آه كل الانيميا الانيميا كلها از ا كومبنساتورين ميكانيزم بتزود بت... بتخلي بتخلي الرينال تنتج الاريثروبيوتين ما عدا الانيميا اللي سببها رينال فيلير ما هو لما يكون عندي رينال فيلير يعني الأرثروبويتين قليل ما هو الرينال هي اللي كانت تصنع اريثروبويتين او الانيميا اللي سببها الكرونيك انفلاميشن لانه الانفلاميشن ايضا بيقلل الأرثروبويتين طيب لما انت تزود الأرثروبويتين الأرثروبويتين بده يروح على المصنع طب مين هو المصنع المصنع هو البون مرو فالبريكيرسور للايرثرويد يا إخوانا قصده الايرثرويد البريكيرسور إيه للايرثرويد اي مصدر الايرثرويد يعني مصدر الريد بلاد سيل يعني اين يتم صناعه او المصنع تبع الريد بلاد سيل او مصدر الريد بلاد سيل هو هو البون مارو فالبون مارو هو الايرثرويد البريكيرسور طيب فبيروح الاريثروبويتين على البون مرو وبده يخليها تضلها تنتج ريد بلاد سيل ريد بلاد سيل فالمصنع بضله اكتف 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 فلازم يا اخواننا انت ايش تعمل ستري هايبر ابليجيا بيصير هايبر بليجيا في البون مرو في السيفير انيميا المصنع ما بيلحقش فبيصير انا عندي انتاج للريد بلاد لكن اكسترا مضلري ايش يعني اكسترا ميضلري يا اخواننا الميضلة الميضلة موجودة في البون مرو. ما انتم عارفين البون مرو النخاع العظم النخاع 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 العظم هو بيكون في الميضلة في الميضلة تبعت البون تمام اذا يتم انتاج الريد بلاد سيل اكسترا في وين؟ طبعا وهذا بنسميه هيماتو يا اخوان هيماتو بويسز يعني بويسز اي برودكشن بويسز اي برودكشن للهيم للريد بلات سيل يعني للهيماتو للريد بلات سيل يعني يتم اكسترا اكسترا برمي اكسترا ميدال هيماتو بويسز وذ سكندري هيماتو بويتك اورجان يعني هيماتو بويتك انتاج الريد بلاتسيل سيل اورجان يعني اورجان سكندري ليش؟ لأنه البرايمري هو البون مرو. الإشي البرايمري لصناعة الريد بلاد سيل البون مارو أما السكندري زي الليفر، اسبلين، واللمف، نوت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الشخص يا اخوانا الويل نيورشت بيرسون، قصده الويل نيورشت بيرسون يعني الشخص السليم الهيلثي. لما يكون أنا عندي انيميا because acute bleeding يعني صار عنده هذا الشخص نزيف حاد فخسر دم كتير فصار عنده أنيميا أو سبب الأنيميا increase red blood cell destruction زي الهيموليتيك هلقيت بصير as a compensatory mechanism increase يعني هو خسر ريد blood cell بشكل كبير وبالتالي a compensatory mechanism بصير الجسم انكريز برودكشن للريد بلاد سيل 5 فولد تو 8 فولد يعني من 5 ل 8 اضعاف يعني بصير البون مرو يزود انتاج الريد بلاد سيل من 5 ل 8 ايش ل 8 اضعاف تمام وبالتالي ليش لانه الايريثروبويتين يفرز بشكل هائل بشكل هائل عشان يروح على البون مرو ويحفزه طيب ولما انت تزود الريد بلاد سيل اذا راح يزيد حاجه بنسميها الريتيكيولوسايت في البلاد بعمليه بسميها ريتيكيولوسايتوسيس يا اخوانا ايش يعني ريتيكيولوسايت الريتيكيولوسايت هي الستيج او المرحله قبل ما يصير انا عندي ماتيور للريد بلاد سيل يعني الريد بلاد سيل انت عشان تصنع ريد ماتيور ها ماتيور ماتيور ريد ماتيور ريد بلات سيل عشان تصنع ماتيور ريد بلات سيل بتمر بعدة مراحل مرحلة أولى ثانية ثالثة رابعة المرحلة اللي قبل الأخيرة هي إنه الريد blood سيل تمر بمرحلة الريتيكيولوسايت أي إنه بعد الريتيكيولوسايت رح يصير أنا عندي ماتيور ريد blood سيل طيب لما انت بدك تصنع الرد بلاد سيل بشكل كبير فاكيد الريتيكولوسايت راح تكون برضو بشكل كبير في البلد اكيد الريتيكولوسايت راح تكون بشكل كبير في البلد تمام وبالتالي بصير عندي حاجه ريتيكولوسايتوسيس ريتيكولوسايتوسيس تمام فالريتيكولوسايت بسميها نيورلي فورمد للريد بلاد سيل A newly formed like a red blood cell. تمام؟ طيب. لكن لو كان سبب الأنيميا ديكريز red blood cell production. إذا لو كان سبب الأنيميا في الخلل في البون مارو نفسه. يعني البون مارو نفسه مش قادر يصنع red blood cell. البون مارو نفسه البون مارو نفسه مش قادر يصنع رد بلاد فصار انا عندي عدد الريد بلاد في البلاط قليل فصار انا عندي انيميا هل هذه الانيميا راح يكون عندي ريتيكيولوسايتوسيز ولا ريتيكولوسايتوبينيا اكيد راح يكون انا عندي ريتيكولوسايتوبينيا لانه البون مارو مش قادر يصنع ريد بلاد سيل وبالتالي عدد الريتيكولوسايت في البلاط قليل وبالتالي ريتيكولوسايتوبينيا وهذا اللي بنسميها a regenerative anemia يا اخوانا ايش يعني a regenerative anemia الان مش احنا قلنا لما يكون انا عندي انيميا بحاول الجسم يعمل كومبنساتوري ميكانيزم ويحاول يرفع عدد الريد بلاد سيل في البلاد يعني قاعد بحاول يعمل اصلاح يعمل regeneration او يعمل اصلاح لكن هذه الانيميا ما فيش فيها إصلاح فبنسميها آ يعني without regeneration أو regenerative آ regenerative أي فيش إصلاح تمام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إذن reticulocyte is a newly released red blood cell يعني بعد Reticulocyte دغري راح يصير انا عندي ايش؟ يعني بعد الستيج تبع على السريع راح يصير انا عندي ريد بلاد سيل ماتيور تمام فهو اللي بنسميها انيولي ريليز يعني بعد الريتيكيولوسايت بعد الريتيكيولوسايت دغري راح يصير انا عندي ايش ريد بلاد سيل تمام تمام طيب هلقيتي عدد الريتيكيولوسايت في البلاد الاصل يكون من واحد الى واحد ونص يعني الأصل يكون أقل من واحد ونص أقل من واحد إيش ونص لكن ممكن high reticulocyte count ممكن عدد reticulocyte يكون كبير في الأنيميا أو عدد reticulocyte يكون أقل من واحد في الأنيميا يعني يكون low reticulocyte والله لو كان عندي أنيميا والreticulocyte count عالي إذا الريتيكولوسايت عالي عشان هنا الانيميا عباره عن ريجينريتيف انيميا اي صار انيميا والبون مارو بده يعمل تعويض بده يعمل تعويض للفقد للفقد اللي صار في الريد بلاد سيل فبده يزود انتاج الريد بلاد سيل فلما يزود من انتاج الريد بلاد سيل اكيد راح يزود من انتاج الريتيكولوسايت زي الهيمولايسيس والاكيوت بلاد لوس اما اللو ريتيكولوسايت كاونت هنا يا إخوانا من الاصل البون مارو مش قادر يصنع الريد بلاد سيل بنسميها ريجينيريتف انيميا اذا خلل في البون مارو او يا إخوانا انفيكشن او او سايتو توكسيك ادراج يعني انفيكشن او دواء راح عمل في ال... راح على البون مارو وقلل من صي... وقلل من كفاءه البون مارو لصناعه الريد بلاد سيل يعني ممكن دواء يروح على البون مارو ويعمل تيم بوراري ديبريشن لصناعه الريد بلاد سيل او ممكن يا اخوانا البون مارو نفسه يحتوي ديزيز ديسيز يعني تيومور في البون مارو تيومور مثلا في البون مارو فيبطل انا عندي أم أم يبطل انا عندي نخاع العظم بدل ما هو يكون ريد يصير انا عندي يلو يعني كله اصفر تمام المهم يعني تيومور في البون مرو تمام او ممكن انفكشن يروح على البون مارو ويقلل من انتاج من كفاءة البون مارو على صناعة الريد بلاد سيل تمام اذا بنقسم الانيميا حسب الكوز وهنا قلنا حسب الكوز او حسب الميكانيزم كيف صار الانيميا يعني ايش سبب الانيميا ايش الكوز تبع الانيميا يعني ايش الباثولوجيكال الباثولوجيكال كوز يعني ايش المرض اللي عمل الانيميا؟ وممكن اقسم الانيميا حسب المورفولوجي تبعت الريد بلاند سيل حسب شكل الريد بلاند سيل تمام هذا عنده انيميا بس ايش شكل الريد بلاند سيل؟ ايش شكل الريد بلاند سيل؟ لاحظ هنا التقسيم بتكون كلينيكالي 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 تمام طيب ممكن حجب حسب شكل الريد بلاد سيل يعني حجم الريد بلاد سيل او درجه الهيموجلوبين والله ممكن مايكروسيتك وماكروسيتك ونورموسيتك مايكروسيتك اي حجم الريد بلاد سيل صغير ماكروسيتك انا عندي انيميا لكن حجم الريد بلاد سيل كبير نورموسيتك انا عندي انيميا لكن حجم الريد بلاد سيل ايش ماله يا اخواننا حجم الريد بلاد سيل ايه اه نورمال حجم الريد بلود سيل نورمال يا اخوانا هنا بالفيمتو ليتر يا اخوانا الحجم يقاس بالفيمتو ليتر بالفيمتو ليتر والفيمتو ليتر عباره عن 10 والسالب 15 10 والسالب 15 المهم اه لكن لاحظ انا حجم الريد بلود سيل النورمال النورمال بديش اقول من 76 لا من 80 من 80 حجم الريد بلات سيل النورمال من 80 حجم الريد بلات سيل النورمال من 80 ل 100 من 80 لايش ل 100 الان يا اخواننا المحترمين انا الحمد لله عز وجل معي منحه قران معي ايش منحه قران في الجامعه لكن لازم يكون معدلك الفصلي فوق ال 80 فوق ال 80 تمام اذا عشان انت تقدر تاخد المنحة تبعت القرآن لازم يكون معدلك الفصلي فوق الثمانين فعشان يك... طبعا والمعدل اكتر معدل مية يعني من ثمانين لمية إذا لما يكون معدلك فوق الثمانين للمية بتقدر تاخد منحة إيش القرآن تمام طيب وبالتالي حجم وأنا بسمي المعدل المعدل تبع تبع الجامعة هو نفسه حجم الريد بلاتسيل سيل فإذا حجم الريد بلاتسيل سيل النورمال لازم من 80 من 80 ل 100 فيمتو ليتر واحد قال لي طب هي محطوطة من 76 يا اخواننا خلوها من 80 مش مشكلة من 80 من 80 تمام هذا بنسميه حجم الريد بلاتسيل سيل نورمال طيب الماكروسيتك يعني حجم الريد بلاتسيل سيل اب نورمال فهي كبيرة بتكون حجم الريد بلاد أكتر اكثر من 100 طيب المايكروسيتك حجم الريد بلاد اقل من 80 تمام يا اخواننا فيمتو ليتر يا اخواننا الارقام حفظ طيب تمام ولسه في ارقام غريهم فنحفظ شويه شويه تمام هلقيت الديجري اوف ذا هيموجلوبين درجه الهيموجلوبين ممكن يكون الهيموجلوبين طبعا يا اخواننا اكروميك يعني لون لون اكروميك كروم يعني لون ايش اللي بيعطي اللون تبع الريد بلاد مش هو الهيموجلوبين فلما يكون الهيموجلوبين عالي يعني اللون تبع الريد بلاد سيل نورمال لكن لما يكون الهيموجلوبين قليل قليل يعني اللون تبع الريد بلاد سيل هايبو اذا بو اكروميك يعني اللون تبع الريد سيل قليل وبالتالي الهيموغلوبين ايش قليل نون مكروميك يعني اللون تبع الرد سيل كويس يعني تركيز الهيموغلوبين داخل الريد سيل ايش كويس لاحظ طب ممكن يكون تركيز الهيموغلوبين داخل الريد سيل عالي وسميها هايبر اكروميك طب ما هو يا اخواننا لما يكون تركيز الهيموغلوبين داخل الريد سيل عالي اذا مقدره الريد على حمل الاكسجين عالي اذا هذا الريد سيل كويسه فبسميها برضو نورمو كويس يا اخواننا مش هايبر ليش انا احط هايبر كروميك ليش احط انا هايبر كروميك اما نورمو واما واما هايبو ما هو يا اخواننا قضيه الهايبو كروميك انه يكون عدد الهيموجلوبين داخل الريد سيل قليل او تركيز الهيموغلوبين داخل الريد بلاتسيلت قليل اذا لون الهيموغلوبين خافت خافت شويه هايبو كروميك وبالتالي مقدرة هذا الريد سيل على حمل الاكسجين قليل طب هل في هايبر كروميك اخوانا زمان كان في لكن حاليا قالوا طب احنا ليش نحط هايبر كروميك وش الفائده على الفاضي ولا في فايده ولا في شيء فاذا كان اللون كويس يعني إذا كان اللون غامق وكويس خلص نورمو اكروميك تمام طيب هلقيت يا اخوانا ناخذ تعريفات مهمة جدا 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 اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد المين سيل فوليوم يا اخوانا ايش يعني المين سيل فوليوم؟ يعني حجم الريد بلات سيل الوحدة حجم الريد بلات سيل الوحدة حجم حجم الريد بلاد سيل الواحده الواحده ايش بده يساوي بده يساوي الحجم الكلي على عدد الريد بلاد سيل الكلي اعيد على عدد الريد بلاد سيل الكلي اذا ما هو المين سيل فوليوم هو حجم الريد بلاد سيل الواحدة بدي يساوي الحجم الكلي على عدد الريد بلاد سيل ايش الكلي طيب الحجم الكلي اخذناه قبل الهيماتوكرييت ما احنا قلنا الهيماتوكرييت هو تقريبا حجم الريد بلاد سيل الكلي من التيوب اللي انت اخذتها مش احنا قلنا الهيماتوكرييت هي حجم الريد بلاد سيل من كل تيوب اللي انت اخذتها على عدد اه على عدد الريد سيل كاونت ايش راح يعطيني راح يعطيني الفوليوم اوف ذا ريد بلات سيل لكن هنا ايش بقول لي الافرج يعني متوسط المتوسط ليش يا اخوانا مثلا انا عندي ريد blood سيل كبير شويه وريد بلات سيل صغيره شويه وريد بلات سيل ها اكبر منها واصغر وكذا فانا عندي تباين واختلاف في حجم الريد بلاد تمام يعني 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 يا اخواننا لو هانا ريد بلاد هي هاي و... هاي واحده وهاي واحده وهاي واحده وهاي واحده وهاي واحده وهاي واحده وهاي واحده وهاي, وهاي, وهاي فيا اخواننا في انا عندي تباين في الحجم اختلاف في الحجم انا بدي الافرج بدي الافرج تبعهم يعني المتوسط المتوسط تمام ايش هو المتوسط the average volume of the red cell, of the red blood cell هو الهيماتوكرييت أي حجم blood cell الكلي على عدد البلاد سيل تمام؟ يا إخواننا معلش خلونا بس نرجع هانا شوية اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن مش أنا قلت هذا هو حجم الريد بلاد سيل الذي يعبر على الهماتوكرييت تمام هذا هو حجم الريد بلاد سيل تمام تمام الان هل جيتي قديش الهيموغلوبين اللي جوا هان قديش الهيموغلوبين اللي جوا هان قديش الهيموغلوبين اللي جوا اعيد اعيد يا اخواننا لانه يعني الان لما انا بقول لك قديش دمك او لما بتروح تفحص دمك مش ممكن يقول لك دمك قوي أو دمك ضعيف كيف يا أخوانا عن طريق الهيموجلوبين الهيمو الهيموجلوبين الهيمو الهيمو والله يا أخوانا لو كان الهيموجلوبين من 13 إلى إلى 17 إذا دمك قوي وكويس هذا عند الرجال عند النساء نقص اثنين يعني هنا بصير من 11 إلى 15 من 11 إلى 15 يعني لو كانت المرأة قوة دمها 13 اذا دمها قوي كثير كمان تمام اذا طيب ايش يعني قوه دمك قوه دمك يعني حجم الهيموجلوبين هان حجم الهيموجلوبين في هذا كله ما هو انت عارف يا اخوان هذا كله عباره عن ريد بلاد سيل كله طب قديش حجم الهيموجلوبين اللي هان هو الذي يعبر على قوه دمك او الذي يعبر على الهيموجلوبين تمام طيب طب قديش الهيموجلوبين في الخلية الواحدة تبعت الريد بلاد سيل في الخلية الواحدة ايش بدك تقول لي بدك تقول لي قديش الهيموجلوبين الكلي اللي موجود هان اذا حجم الهيموجلوبين الكلي على عدد الريد بلاد سيل الكلي يعني ريد بلاد سيل كاونت على عدد الريد بلاد سيل الكلي الجواب الناتج ايش يعطيني حجم الهيموجلوبين في الخلية الواحدة اي في الريد بلاد الواحدة يا اخوانا لما يقول لك الهيموجلوبين يعني قصده يقول لك الهيموجلوبين الكلي اللي موجود هان تمام طيب طب لما بدي يقول لك انا بدي الهيموجلوبين للخلية الواحدة فقط بدك تقول له حجم الهيموجلوبين الكلي على عدد على عدد آه على عدد الريد بلاتسيل الكليه ايش الناتج الناتج حجم الهيموغلوبين في خليه دم واحده فقط تمام طيب طبعا يا اخواننا يا اخواننا حقت هذا مش كله هذا عباره عن هذا كله عباره عن الريد بلاتسيل او كله عباره عن كرييت الهيماتو كرييت اي حجم الريد بلاد سيل ثلثه هو حجم الهيموجلوبين ثلثه هو حجم الهيموجلوبين اعيد يا إخوانا هذا كله عباره عن الريد بلاد سيل كله كله اذا ثلثه هو يحتوي على هيموجلوبين ما هو يا اخواننا اكيد مش كل الريد يعني هجيت انا عندي الريد بلاد هل كلها كلها تحتوي على هيموجلوبين الجواب قطعا لا الجواب قطعا لا لكن لو جبل لي حجم الريد بلت سيل الكليه الهيماتوكريت الكليه تلتها بيعطيني الهيموغلوبين يعني لو كان يا أخوانا قوه دمك قوه دمك لو انت فحصت قوه دمك لقيته 14 لقيت هذا يعني قوه دمك يعني الهيموغلوبين طيب الهيموغلوبين ضرب 3 بيعطيني الهيماتوكريات لانه قلت لك الهيماتوكريات تلتها الهيموغلوبين تمام؟ فالهيموغلوبين ضرب ثلاثة بيعطيني الهيماتوكريات يا اخوانا ممكن تقول لي حجم أو ممكن تقول لي ماسز نفس الإشي يعني كتلة يعني كتلة يعني الحجم والكتلة هنا بيختلفوش بيناتهم يعني لو قلت لي حجم الهيموغلوبين أو قلت لي الماسز أو كتلة الهيموجلوبين يا إخوانا الاثنين نفس الإشي تمام يا إخوانا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بالله عليكم يا إخوانا خلونا نركز الرك... خلونا نركز بالله عليكم الآن حجم الريد بلاطسيل حجم الريد بلاطسيل بالنسبة لكل تيوب بسميه الهيماتوكريات، الهيماتو كريات وحجم الهيموجلوبين بالنسبة لكل تيوب بسميه الهيموجلوبين أو قوة دمك، حجم أو أو الماسز، يا إخوانا سواء قلت لي الحجم أو الماسز، الماس أوف الهيموجلوبين بالنسبة لكل تيوب إيش بسميها الهيموجلوبين، الهيمو جلوبين واحنا قلنا الهيموجلوبين بده يساوي تلت الهيماتو كريات الهيموجلوبين بده يساوي تولت الهيماتو كريات او الباكج سيل فوليوم تمام طيب الان حجم حجم الريد بلات سيل الوحده اللي هو بنسميها مين سيل فوليوم حجم او الافريج فوليوم للريد بلد سيل الواحده بده يساوي حجم الريد بلد الكليه على على عدد الريد بلد سيل بيعطيني حجم الريد بلد ايش؟ الواحده طيب وانا عارف حجم الريد بلد سيل الواحده تلتها تلتها عباره عن هيموغلوبين اذا حجم الهيموغلوبين للرد بلاد سيل الواحده ايش بده يساوي بده يساوي ثلث حجم ثلث حجم الرد بلاد سيل لكن بالقانون بالقانون بده يساوي حجم الهيموجلوبين الكلي على عدد الرد بلاد سيل هذا ايش بيعطيني نسبه الهيموجلوبين نسبه الهيموجلوبين في الرد بلاد سل الواحدة طيب لكن لما يقول لي نسبة الهيموجلوبين فقط في هذا الحجم لاحظ هناك فرق شاسع لما يقول لي نسبة الهيموجلوبين في الريد بلاد سل الواحدة أو لما يقول لي نسبة الهيموجلوبين بالمقارنة لكل تيوب أو لما يقول لي نسبه الهيموغلوبين للحجم هذا نسبه الهيموغلوبين للحجم ايش هذا لما يقول لي نسبه الهيموغلوبين للحجم هذا بقول له الهيموغلوبين الكلي حجم الهيموغلوبين الكلي على ايش هذا هو عباره عن الهيماتوكريات او المين سيل فوليوم أو الباكج معلش يا اخواننا أو الباكج الباكج سيل فوليوم لاحظ يا إخوانا أنا عارف أنا عارف هذا قديش حتطلع بدون حسابات حتطلع الثلث يعني من 33 إلى 35 ليش؟ نسبة الهيموجلوبين في الهيماتوكريت نسبة الهيموجلوبين اللي موجودة في كريات هي التلت هي التلت تمام طيب يا اخوانا احنا من كل هذا السلايد تمام مش حنحفظ ولا اشي بس حنحفظ الارقام هذه الارقام هذه بس تمام الان في انا عندي مصطلح بسميه ريد سيل ديستريبيوشن ويدث ايش قصده بالريد سيل ديستريبيوشن ويدث هو الكوفيشنت فارييشن اوف ذا red سيل فوليوم او منسميه فارييشن ان ذا سايز او منسميه ان an انيسوس anisocytosis anisocytosis اي نسبه اختلاف الريد بلات سيل مش انا تو قلت لكم الريد بلات سيل إلها احجام و واختلاف مت يعني هذه مثلا الريد بلات سيل حجمها كذا بالفيمتو ليتر وهاد حجمها كذا بالفيمتو ليتر وهاد حجمها كذا بالفيمتو ليتر نسبة الاختلاف هذا نسبة الاختلاف هذا بسميه ار دي دبليو ريد سيل ديستريبيوشن نسبة الاختلاف تمام طيب يا اخوانا قوة دمك او بنسميه الهيموغلوبين هو من 13 ل 17 عند الرجال ومن 12 الى 15 عند النساء تمام احنا قلنا الهيموجلوبين ثلث الهيماتوكريات يعني الهيموجلوبين ضرب ثلاثة راح يعطيني الهيماتو كريات. يعني 13 في 3 48 17 في 3 13 في 3 38 16 في 3 48 وهنا نفس القصه لاحظ يا اخواننا هنا واحد قال لي طب ما انت بتقول من 13 ل 17 ممكن تقول لي من 13 ل 17 او من 13 ل 16 كله يا اخوانا تقريبا في النورمال رينج تمام يعني 13 15 16 17 كله في النورمال رينج يعني لو قال لك مثلا الهيماتو كرييت بده يساوي 50 هل حتقول هذا في الابنورمال رينج طب ما هنا 48 بقول له لا يا اخوانا مش حلق مش هقول في الابنورمال رينج تمام تمام الريد بلاتليت كاونت طبعا من 4 ل 6 مليون او من 4 ل 6 مليون ل 5.5 مليون لكن في عند الومن من 4 ل 5 مليون من 4 ل 5 مليون عشان قصه يا اخوانا المينسترويشن والبليدنج اللي بتخسره ال ال الومن كل مينسترويشن تمام الreticulocyte count من نص لواحد ونص انا قلت من واحد لواحد ونص لكن هنا خلص من نص لواحد ونص ونفس الشيء عند الومن حجم الريد بلود سيل الواحدة الواحدة بده يساوي حجم المعدل اللي لازم تاخذ عليه منحة القرآن من 80 ل 100 من 80 ل 100 فمتوليتر المين سيل هيموغلوبين يا اخواننا بدكم ت... الرموز مهمة صدقوني يا الرموز مهمة والارقام مهمة جدا المين سيل هيموجلوبين من 28 ل, 8... ل 34 يعني يا اخواننا يعني حجم الهيموجلوبين في الخلية الواحدة بده يساوي ثلث حجم الخلية الواحدة يعني 80 هو حجم خلية واحدة من الريد بلاد سيل ثلث حجم الريد بلوت سيل هو حجم الهيموجلوبين في الخليه الواحده للريد بلوت سيل وهو 28 يعني 80 ثلثها 28 تمام طيب هنا المين سيل هيموجلوبين كونسنتريشن اي نسبه الهيموجلوبين الهيماتوكريات ثلثها 33 ل 35 يا اخوانا الكونسنتريشن يعني النسبه من 100% طيب ثلث المية 33 ثلث المية يعني الهيم يعني كانه بقول لك الهيماتوكريت 100% الهيماتوكريت كرييت ايش منهم هيموغلوبين؟ الثلث قديش ايش الثلث؟ 33 تمام طيب الريد سيل ديستريبيوشن ويذ 11 ونص ل 15 11 ونص ل 15 او من 11 ل 14 تمام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الان يا اخواننا الانيميا اشكال وانوال وانوان انواع واحجام ومش عارف ايش فالانيميا اقسام عديده طب انا كيف بدي اعرف اذا هذا الشخص مثلا ثلاسيميا ولا ايرون ديفيشينسي انيميا ولا ماكرو ولا ميجالوبلاستيك انيميا ولا أه 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 اسفي إي 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 إي. ولا سفيري إي و إي و إي. ولد إيه؟ المهم الانيميا انواع واقسام كثيره تمام انا كيف بدي يساعدني احدد النوع ديبند اون ديفرنشيال دايجنوسيز ها طلع ايش بقول لي ديفرنشيال دايجنوسيز ايش يعني ديفرنشيال دايجنوسيز اي في بعض يعني في انا عندي بعض البلد تيست بتخليك تقول لي هذه الانيميا تحلف يمين في الميه تحلف يمين بالله تحلف يمين انه هي ايرون ديفيشينسي انيميا ففي ديفرنشال دايجنوستس زي زي مين بدك تشوف يا اخواننا السيرام ايرون والايرون ليفل الايرون بايندينج كاباسيتي للترانسفيريتين ساتوريشن الفيرتين ساتوريشن هذا بيقول لك اذا كانت الانيميا مايكروسيتيك انيميا تمام مايكروسيتيك انيميا ممكن تكون ايرون ديفيشينسي كرونيك انفلاميشن اند ثلاثيميا يعني المايكروسيتيك انيميا بيكون عنده ممكن يكون يعني لما انت تلاقي الانيميا مايكروسيتيك اذا ممكن تكون ايرون ديفيشينسي انيميا كرونيك انفلاميشن انيميا ثلاثيميا انيميا طب كيف بدك تعمل ديستنكويش هل هي ايرون ولا كرونيك ولا ثلاسيميا كيف بدك تميز بيناتهم بهدول بالايرون سيرم بالسيرم ايرون بالسيرم ايرون تمام اذا الايرون راح يقول لك اذا هادي ايرون ديفيشينسي ولا ثلاسيميا ولا كرونيك انفلاميشن لكن التلاتة مايكروسيتيك انيميا يا اخواننا التوضيح بدنا ناخده كل اشي كل شيء كل حرف بنعاد يا اخواننا هذا حينعاد كمان شوية ان شاء الله وهذا 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 واللي فوق كله كله يا اخواننا تمام برضو في انا عندي تيست لبلازما ان كونجوجيشن بلوروبين الهابتو جلوبين اند لاكتيك دي ليفل هذا حيقول لي انه انا عندي لما يكونوا هدول ابنورمال إذا أنا عندي هيموليتيك أنيميا، إيش قصدي في هذا الكلام لقدام شوية؟ أيضا برضو بدك تشوف السيرم أند ريد سيل فوليت، بدك تعرف الفوليك أسيد والفيتامين بي 12، لأنه لو كانوا هدول لو لو راح يصير أنا عندي ميجالو بلاستيك أنيميا. طيب أيضاً يا إخوانا بالالكتروفوريسيس هيموجلوبين الكتروفوريسيس برضه راح يعمل لك إذا كان أنا عندي detect abnormal هيموغلوبين تمام؟ حناخده لقدام تقلقوش في أنا عندي يوز test used to direct antibody or complement bound to the red cell in the suspect case of antibody-mediated hemolytic anemia ممكن يا إخوانا هاي خلية ريد red blood تمام؟ اه يجي الانتي بادي يرتبط على الريد بلاد سيل وبالتالي يعمل كومني بعد كده بيجي الكومنيمنت سيستم ومثلا بيجي الكومنيمنت سيستم وبرتبط في الانتي بادي في نهايه المطاف راح يصير انا عندي لايسز لخليه الريد بلاد سيل فراح يصير انا عندي هيموليتيك انيميا طيب هذا الهيموليتيك انيميا هل بدي اعرف سببها اميون يعني سببها اوتو اميون يعني سببها انتي بادي ولا مش سببها انتي بادي كيف بدك تعرف الكومز تيست اذا كان الكومز تيست بوزيتيف بوزيتيف يعني في انا عندي انتي بادي اجينست الريد بلد سيل اذا هذه الهيموليتيك انيميا ناتجه عن اوتو اميون ديزيز دي لكن لو كان الك... يعني يا اخوانا الكومز تيست بفحص الانتي بادي اذا كان الانتي بادي ضد الريد بلاد سيل مش موجود يعني الهيموليتيك انيميا ليست ناتجه من الانتي بادي ليست ناتجه من الاميون اه سيستم تمام في انا عندي ايزوليتنج ايزوليتد انيميا تيست بيرفورمد اون ذا بريفرال بلاد يوجوالي تو الكوز يعني ممكن يا اخواننا معلش في هدول السطرين ايش قصده؟ قصده ممكن الانيميا تكون فقط فقط انه الريد بلاد سيل قليله بس يعني ممكن الانيميا انه يكون Isolated انيميا، ايش يعني Isolated انيميا؟ يعني بس الريد بلاد سيل قليله وانا لما يكون عندي Isolated انيميا بس انا ممكن احتاج التيست اللي تبع بفحص البلد يعني ممكن احتاج فقط البريفرال بلاد اسمير التيست اللي بفحص البلاد اعيد لو كان الانيميا نقصان في الريد بلاد سيل فقط اذا في الغالب في الغالب انا بستخدم عشان اعرف ايش الكوز وايش النوع وايش التايب تبع الانيميا في الغالب بحتاج التيست تبع البلاد تمام لكن ممكن الانيميا تكون مش ايزوليتد، ايش يعني مش ايزوليتد؟ يعني انا عندي نقصان في الريد بلاد سيل ونقصان في الوايت بلاد سيل، اذا نقصان في الريد بلاد سيل ونقصان في الوايت بلاد سيل، اذا راح يكون السبب في البون مرو انه البون مرو خرب، البون مرو بطل يصنع خلايا البلاد كلها بطل يقدر يصنع الريد بلاد سيل بقدر يقدر يصنع الوايت بلاد سيل بقدر بطل يقدر يصنع صار أنا عندي صار أنا عندي سايتوبينيا سيتوبينيا and آند أنيميا يعني لو كانت الأنيميا مصاحبة سايتوبينيا ومصاحبة جرانولو سيتوبينيا إذا هانا حيكون السبب في البون مارو إنه البون مارو بطل يقدر يصنع فبسميها مارو ابليجيا او صار له انفلتريشن بالتيومور تمام طيب وهنا في هذه الحاله انا بحتاج اعمل مارو اكزامينيشن لازم تاخد بايوبسي من البون مارو وتشوف ليش البون مارو بطل يقدر يصنع خلايا الدم كلها اذا لما يكون انا عندي نقصان في الريد بلاد فقط الفحص اللي أنا بستخدمه ذلك الفحص اللي بس يجري على البلاض يعني بشوف قديش أنا في عندي في البلاد الآيرون قديش في البلاد الفوليك أسيد والفيتامين بي 12 الإلكتروفوريسيز الأنتي بادي هل موجودة ولا لا هل في انا عندي هابتوجلوبين في البلاط هل في انا عندي قديش انا عندي الانكونجوجيتد بيليروبين يعني قصدي التيست اللي انا بعمله على البلاط فقط في الغالب لكن لو كان الانيميا مصاحبه مع نقصان لبلاتلت ثرومبوسايتوبينيا نقصان لجرانيولوسايت جرانيولوسايتوبينيا هذا بيكون الخلل في المصنع الخلل في البون مرو فلازم تاخذ بايوبسي في البون مرو وهل تشوف مثلا هل في انا عندي تيومر في البون مرو فبطل البون مرو قادر يصنع خلايا البلاط كلها هل هل في شيء يعني لازم تشوف البون مرو لازم تشوف البون مرو. يعني البون مارو هو دائما از وورنتد وورنتد يعني راح يبرر ليش صار انا عندي نقصان في كل خلايا الدم تمام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الان الكلينيكال كونسيكونس اوف انيميا يعني الكونسيكونس والكومليكيشن تبعت الانيميا كيف يعني الذي يحدد الكونسنتريشن الكومبليكيشن والكونسيكونس تبعت الانيميا انه هل هل الانيميا سيفير ولا مايلد؟ يعني هل نقصان في الريد بلاد سيل بشكل كبير ولا مايلد؟ طيب هل صارت الانيميا رابيديتي اوف ذا اونسنت ولا سلو؟ يعني هل صارت فجأه ولا كرونيك؟ تمام؟ طيب and the باثولوجيكال pathological mechanism إذا اللي راح يحدد الكلينيكال كونسيكونسز تبعت الانيميا، هل الانيميا عنيفة ولا مش عنيفة؟ هل صارت اكيوت ولا ابربتلي، يعني اكيوت ولا كرونيك؟ طيب، وهل الباثولوجيكال ميكانيزم، كيف صارت الميكانيزم تبعت الانيميا؟ تمام. لو الانيميا كانت يا اخواننا صارت سلو. is if the onset is slow يعني لو الانيميا صارت slow نقصان الاكسجين نقصان الاكسجين الاكسجين capacity راح يصير از ا كومبنساتوري ميكانيزم زياده الكارديك اوت بوت ما هو يا اخواننا منطق لما الخلايا الاكسجين اللي رايح لها قليل فبتبعت اشارات للقلب انه الاكسجين اللي جاي لي قليل فالقلب بيزود الكارديك اوت بوت عشان يزود الدم اللي رايح للخلايا عشان يزود الاكسجين اللي رايح للخلايا وبرضه بيزيد الريسبيراتوري ريت بيزيد التنفس ليش بيزيد التنفس عشان بدك تاخد اكسجين تاخد اكسجين وبالتالي بصير انا عندي تاكي كارديا وتاكي بينيا وايضا بيصير انا عندي يا اخواننا زياده الجلايكوليتيك لجلايكولا... باث واي بيزيد يا اخواننا التحلل الجلايكولي ولما يزيد التحلل الجلايكولي راح يعطيني 2 3 بي بي جي 2 3 بي بي جي يعني 2 3 داي فوسفو إجليساريت. يعني انا عندي جليسيريت وعندي مجموعه فوسفيت مجموعتين فوسفيت داي فوسفو إجليساريت. انت عارف انه الجليسريت عبارة عن ثلاث ذرات كاربون يعني واحد اثنين ثلاثة. هنا في عندي مثلا او اتش او اتش او اتش. المهم في كربونه رقم اثنين طبعا والجليسريت اذا حيكون هنا سي دبل بوند او وهي كمان او OH. اتش. تمام؟ حيكون في في كربونه رقم اثنين في انا عندي مجموعة فوسفيت. وفي كربونه رقم ثلاثة في انا عندي مجموعه ايش فوسفيت الان هذا المركب الداي فوسفوغليسريت هذا بيعمل بيزود الريليز تبع الاكسجين من الهيموجلوبين اي بيخلي الهيموجلوبين دائما يفقد الاكسجين عشان ال... عشان الهيمو ما هو يا اخواننا الهيموجلوبين ممكن يضلوا ماسك في الاكسجين وممكن يعمل ريليز للاكسجين لما التيشوز يكون الاكسجين اللي رايح لها قليل فبصير انا عندي الجلايكولايسيس بيزيد التحلل الجلايكولي بيزيد فبيزيد انتاج 2 3 بي بي جي يعني داي فوسفوجليسيريت هلقيت هذا هلقيت هذا بيخلي الهيموجلوبين يعمل ريليز للاكسجين عشان الاكسجين يروح على التيشوز تمام السِمْتُم واحد يا إخوانا عنده الاكسجين قليل اذا راح يكون عنده فتيك وراح يكون عنده لاستيتيود لاص... تيود يعني فتيك راح يكون عنده ديزينس وهيدك لانه الاكسجين اللي رايح للبرين قليل ديزينس وهيدك بالبيتيشن لانه التاكي كارديا ديس بنية يا إخوانا هو بيكون عنده تاكي بنية لكن النفس بيكون ديس بنية صعب تمام طيب من الصاين بالور راح يكون وجهه شاحب لانه الاكسجين قليل تاكي كارديا مارمر ما هو يا اخواننا عشان التكيكارديا كارديا راح يكون انا عندي ايش مارمر تمام الان يا اخواننا نيجي تبع السيناريو تبع الانيميا تمام تمام هرجيت واحد ايش بيقول لي انا لما يصير انا عندي بريماتيور ديستراكشن اوف ذا ريد بلات سيل بنسميها هيموليتيك انيميا زي مثلا الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا الان يا إخوانا انا الريد بلاد خلايا الريد بلاد شكلها مش طبيعي شكلها اب نورمال تمام لما يكون شكل الريد بلاد مش طبيعي اكيد مش راح تقدر تعيش ل 120 يوم فممكن بعد خمسين يوم تتكسر طب ما هو بيصير انا عندي هيمو.. ما هو لما انت بدك تضلك تكسر الريد بلاد سيل بعد 50 يوم تمام اذا انت قاعد بتفقد من الريد بلاد سيل فبيصير انا عندي انيميا هذه الانيميا نتيجة هيموليتيك انيميا طب ليش يعني هيموليتيك انيميا ديجراديشن اوف بريماتيور ريد بلاد سيل لما انت بدك تكسر الانيم ال... 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 هذه الريد بلاد سيل لما بدك تكسرها جواتها تحتوي على هيموغلوبين الهيموغلوبين بتحول الى بيليروبين بتحول الى بيليروبين الان البيليروبين راح يروح على الليفر البيليروبين راح يروح على الليفر عشان الليفر يعمل له كونجوجيشن يعمل له كونجوجيشن لكن عشانك بتكسر ريد بلاد سيل بشكل مهول وبشكل كبير فانه البيليروبين راح يكون كثير فالليفر مش راح يقدر على هذا البيليروبين لكتير اذا اذا الليفر مش راح يقدر يعمل كونجوجيشن لكل البيليروبين وبالتالي بصير الان كونجوجيشن بيليروبين مرتفع في البلاد الان كونجوجيشن بيليروبين بصير مرتفع في البلاد والليفر ها الليفر لما بيجي له روبن كتير الاشي الزائد بيوديه على على ال على ال على الجول على الجول بلادر بيوديه على الجول بلادر على المراره اعيد لما الليفر لما الليفر يجي له بيلي روبن بشكل كبير بيود بيودي, بي, بيودي الاشي الزائد على الجول بلادر طب لما انت تضلك تودي بيلي روبن على الجول بلادر بيلي روبن بيلي روبن روبن بيصير انا عندي جول ستون في وين في البلادر جول ستون في الجول بلادر تمام هذه الحصوات ناتجة من زيادة البيليروبين بسموها بيج مينت جول ستون بيج لأنه يا اخوانا في أنا عندي جول ستون لكنه نون بيج منت. non pigment والله اعلم هذا كان ناتج من زياده الكوليسترول ناتج من زياده الكوليسترول وبالتالي لما روبن يروح على الجولي ال 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 بلادر ايش بيعمل لي بيعمل لي جولي ستون. طيب لما روبن يكون مرتفع في البلاد لما روبن يكون مرتفع في البلاد بيعمل لي جوينتس بيعمل لي ايش ديس. وهذا يا اخواننا نتيجه الهيموليتيك يكون الهيمولايسيز يكون كرونيك لاحظ هايو increase the turnover تبع الهيموغلوبين turnover يعني the degradation تبع الهيموغلوبين لاحظ هذه الأنيميا ايش بنسميها ineffective ineffective hematopoiesis ايش يعني ineffective hematopoiesis hematopoiesis اي انتاج red blood cell انتاج الريد بلاد سيل ان افكتيف ايش يعني ان افكتيف اي بشكل مش فعال 100% اي بشكل مش نورمال فلما يكون انتاج الريد بلاد سيل بشكل مش نورمال يعني خليه الريد بلاد سيل شكلها مش نورمال اكيد راح يصير انا عندي بريماتيور ديث اوف ذا ريد بلاد سيل تمام بريماتيور ديث اوف ذا مارو اريثرويد بروجينيتور طيب لما انت تضلك تكسر في الريد بلد سيل بشكل كبير اذا البون مارو بده ينتج يعمل اكومبنساتوري ميكانيزم يحاول ينتج يعوض التكسير اللي انت فقدته فيحاول يعمل برودكشن كبير للريد بلد سيل هلقيت لما بده يعمل برودكشن كبير للريد بلد سيل بده هيموغلوبين طب ما هو عشان انت بدك هيم وجلوبين طب ما انت عارف انه في, في في النص في انا عندي ذره ايرون في انا عندي ايرون وبالتالي لا كل ما انت تصنع ريد بلاد سيل اكثر كل ما بدك ايرون اكتر وكل ما بدك ايرون اكتر كل ما بدك تعمل ابزوربشن للايرون بشكل اكبر وين في الجي اي فبصير انا عندي ان ابو بوريت انكريز ايرون ابزوربشن فروم ذا which can lead to iron overload فانت لما تضلك تعمل ابزوربشن 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 اوف ذا ايرون بكون انا عندي هيموكروماتوسيس سكندري هيمو كروماتوسيس يا اخواننا في فرق بين الهيموسيدرين والهيموكروماتوسيس يا yeah. الهيموسيدرين هو صبغه الايرون تكون مرتفعه فقط الهيموسيدرين انه الايرون بيكون بيكون مرتفع لكن لما الايرون يكون مرتفع ويعمل دمج ويعمل مرض بنسميه هيموكروماتوسيس يعني الهيموكروماتوسيس والهيموسيدرين ارتفاع الايرون فلما يكون الايرون مرتفع وما يسويش مرض هيموسيدرين لما يكون الايرون مرتفع ويسوي مرض هيموكروماتوسيس طب ليش سموه سكندري لانه انا في عندي برايمري اللي هو السبب الاصلي في الابزوربشن تبع الايرون المهم هل قلت لما الايرون يرتفع بروح يا اخوانا على الاندوكراين سيل ويعمل لها دمج لانه بده يعمل ديبوزيشن للتيشوز تبعت الاندوكراين سيل ويعمل دمج بده يعمل ايضا ديبوزيشن للهارت ويعمل دمج للهارت لو 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 انت لم تعالج الانيميا وهذه الانيميا كانت سيفير زي البيتا تلاسيميا ميجور البيتا تلاسيميا ميجور لو انت ما عالجتش المريض ايش راح يكون عنده؟ جروت ريتارديشن growth retardation skeletal abnormality and cachexia طبعا يا اخوانا ممكن يوصل للديث اذا انت لم تعالج المريض تمام الان من المايكروسيتك لما انت تجيب البلاد سمير بتلاقي المايكروسيتك انيميا ممكن تكون ايرون ديفيشينسي اي ايرون ديفيشينسي او الثلاسيميا الماكروسيتك زي نقصان في الفوليك اسيد او فيتامين بي 12 طبعا يا اخوان الفوليك اسيد هو فيتامين بي 9 ممكن تكون الانيميا نورموسيتك بات اب نورمال شيب زي هيريديتري سفيروسايتوسيس وسيكل سيل انيميا لاحظ السيكل سيل انيميا ممكن يكون شكلها نورموسيتك اه ممكن والسفيروسايتوسيس ممكن يكون شكلها نورموسيتك أو ممكن لكن بتكون نورموسيتك وبعد فتره بتتحول الى مايكروسيتك يعني في بدايه الامر بتكون نورموسيتك لكن بعد فتره بتتحول الى مايكروسيت <applause> الان يا اخواننا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد الان انيميا اوف بلاد لوس انيميا اوف بلاد لوس في انا عندي اكيوت انيميا وفي انا عندي كرونيك انيميا يعني هذه الانيميا ناتجه من اللوس اوف ذا بلاد ما هو يا اخوانا لما انت يصير عندك بليدنج وتخسر دم اكيد red بلاد cell عددها راح يقل تمام اكيوت بلاد loss زي التروما تمام انت انجرحت وصار انا عندي نزيف بشكل اكيوت بشكل اكيوت يعني في نزيف بشكل كرونيك وممكن تخسر دم بشكل اكيوت The effect of acute bleeding are mainly due to loss of intravascular volume. يعني حجم الدم داخل الفيزل قل. Which is the massive can lead to the cardiovascular collapse, shock, and death. يعني يا إخواننا لما أنت تخسر لما أنت تخسر 25% 25% من حجم الدم الانترافاسكولار بيعمل لي كارديو فاسكولار كولابس وشوك يؤدي الى ديث يعني هايبوفوليميك شوك الان هجيت لما انا خسرت 25% من حجم الدم هجيت انا صار انا عندي انيميا لان لاني عدد الريد بلاد سيل قلت لكن حاليا انا مش خايف من الانيميا حاليا انا خايف من الشوك من الكارديو فاسكولار كولابس انا خايف من الشوك فانا دغري بدي اعطي نورمال صلاين لما انت بدك تعطي نورمال صلاين لاحظ انت بتعطي يا اخواننا النورمال صلاين عشان تحاول تحاول ما تصلش للديث او للشوك تبعت فوليميك فانت بتعطي نورمال صلاين هناك فرق انه انت تعطيني نورمال صلاين وانت تعطيني وحدات دم نورمال سلاين خالية من وحدات الدم إذا if the blood loss exceeds 20% of the blood volume لكن دغري يعني دغري المريض فقد 20% دغري أنا ما بخافش من الأنيميا أنا بخاف من الهايبوفوليميك شوك the immediate it treated الهايبوفوليميك shock rather than الأنيميا هرجيتي if the patient survive الهيموديليوشن بيجينج اند اتشيف اتس فول افكت ويد تو لثلاث ايام يعني ايش يعني هيموديليوشن مش احنا قلنا اعطيت انت نورمال صلاين طب ما هو النورمال صلاين بيعمل دليوشن للريد blood سيل تمام فبيقلل الكونسنتريشن تبعت الريد blood سيل يعني لاحظ هذه بس برا المنهج ممكن الانسان يكون عنده انيميا لكن حجم الدم طبيعي ممكن الانسان يكون عنده انيميا لكن حجم الدم 6 فوليوم 6 فوليوم طب كيف عنده انيميا عنده انيميا لانه الدم عباره عن كله بلازما فيش ريد بلاد سيل يعني مثلا لو انت بدك تعطي لو انت بدك تعطي المريض كله نورمال سالاين وما اعطيتهوش ريد بلاد سيل بصير انا عندي ايش بصير انا عندي كل الدم ايش ماله كل الد... إيه؟ كل البلاد فوليوم عباره عن ميه عباره عن فلويد فيش ريد بلاط سيل تمام المهم هل هذه الانيميا اللي نتجت عباره عن ايش نورموسيتيك نورمكروميك انيميا يعني لو بدك تجيب الرد بلات سيل وتفحصها تحت الميكروسكوب ايش حتلاقيها نورموسيتيك نورمكروميك انيميا لانه الانيميا اللي نتجت نتجت عن اكيوت بلاد لوس لم تنتج عن خلل في التصنيع لم تنتج انه البون مارو مش قادر يصنع لم تنتج انه السيل لمن تبع ريد بلات سيل فيها خلل او الاستراكشر تبع ريد بلات سيل فيها خلل انما نتجت لانك فقدت الدم لما تفقد الدم بيقل الرد بلات سيل تمام لكن الرد بلات سيل اللي ضلتها موجوده في الجسم هل صار فيها اي خلل طبعا لا فبتلاقيها نورموسيتك حجمها طبيعي نورموكروميك الهيموجلوبين في الريد بلد اللي انت ما فقدتهاش بتكون طبيعية ايضا الان لما انت تفقد دم الجسم نفسه از a compensatory mechanism الرينال الرينال بتصير تفرز الاريثروبيتين بشكل كبير جدا فالاريثروبيتين بيرتفع فالريد بلد انتاجها بيرتفع من البول مارو وبالتالي بيصير الريتيكيولوسايت ايضا ترتفع وهذا بترتفع خلال خمسة لسبع ايام ما احنا قلنا بيقدر البون مارو يزود انتاج الريد بلاد سيل من خمس ل اضعاف طيب لو انا عندي كرونيك بلاد لوس لو انا دائما بخسر بلاد يعني مثلا انا عندي مشاكل في الجي اي او مثلا في ميل عندها كوليك الجاينيكولوجيك الجاينيكولوجيك يعني انا في ميل مثلا عندها جاينيكولوجيك اي في المنستروشن بتخسر بليدنج بشكل مخيف يعني لما انا عندي يكون يجي لك على العياده في عندها جاينيكو اي في المنسترال سايكل بتخسر بليدنج بشكل كبير طب ما هذا بعد فتره هي قاعده بتخسر ريد بلاد وقاعد بتخسر ايرون قاعد بتخسر ايرون فبعد فتره يا اخوانا بصير عندها ايرون ديفيشينسي انيميا بعد فتره اذا كرونيك بلاد لوس او يا اخوانا شخص عنده جي اي مشاكل في الجي اي فبصير انا عندي بليدنج مع الستول تمام فبعد فتره هذا الشخص بضله يخسر ريد بلود سيل يخسر ريد بلود سيل يخسر الايرون ولما لما انت تخسر ريد بلاد سيل يعني انت بتخسر الايرون وبالتالي بعد فتره يا اخواننا بيصير عنده ايرون ديفيشينسي انيميا ليش لانك ما بتقدر تصنع ريد بلاد سيل الا بوجود الايرون طب اذا الايرون مش موجود اذا تصنيع الريد بلاد سيل اندر برودكشن تمام هرجيت يا اخوان هذه السلايد اخذناها الان الدايفيرس جروب اوف ديسوردر اللي بتعمل لي اكسيلاريتد Red Cell Destruction الهيمولايسيز اجيت انت لما تعمل Accelerated Destruction يعني يعني اللايف سبان تبعت ال Red Blood cell بتكون اقل من من 120 يوم اذا إيه, لو tissues اوكسجين لما الاكسجين ما هو لما انت تعمل هيموليتيك انيميا فالاكسجين اللي رايح لل tissues قليل وبالتالي التيشوز بتبعث اشارات للرينال تفرز الاريثروبيوتين فبيرتفع الاريثروبيوتين عشان يروح على البون مرو اللي هو مصدر الاريثرويد سيل يعني مصدر انتاج الريد بلد سيل البون مارو فالاريثروبيوتين بروح على البون مرو بخليه يزود البرودكشن اوف ذا ريد بلد سيل وبالتالي بزيد الرتيكولوسيتوسيس اذا البون مرو ما قدرش يلحق على نقصان الريد بلد سيل ما قدرش يلحق بصير انا عندي اكسترا اكسترا ميضلري هيماتوبييسيس ان ذا سيفير انيميا زي الليفر وسبلين الليمف نود بيصير الليفر وسبلين والليمف نود هم ايضا يصنعوا يعملوا هيماتوبويسيز تمام شايفين يا اخوانا كيف الريتيكلوسايتوسيس مرتفعه تمام الان هلقيت احنا الهيموليتيك انيميا منقسمها لجسمين د د جسم حسب الكوز يعني ليش صار انا عندي هيموليتيك انيميا جسم حسب الكوز وقسم حسب مكان التكسير وقسم حسب مكان التكسير طيب الان احنا من طبعا والاشهر حسب مكان التكسير المهم الهيموليتيك انيميا حسب الكوز يعني ايش اللي خلى الانيما تتكسر تمام ممكن سببين السبب الاول انه انه الريد من جوا فيها خلل الريد من جوا فيها خلل زي ايش يعني هان موجود كوز كتير زي يا اخوانا مثلا انا اللي الـ الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز في الريد بلاد مش موجود الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز في الريد بلاد مش موجود هل جيت هذا عشان مش موجود تمام بعد فتره بتتراكم الفري راديكل داخل الريد بلاتسيل ولما تتراكم الفري راديكل داخل الريد بلات سيل بعد فتره بتخلي الريد بلات سيل تنفجر اذا صار انفجار او هيمولايسيس للريد بلات سيل نتيجه ايش نتيجه خلل من جوه الريد بلات سيل تمام يعني مثلا انا الريد بلات سيل عندها مثلا ممبرين ليبيد اب نورمال او سكيليتون بروتين اب يعني خلل اف خلل من داخل الريد بلات سيل فالخ... فاللي خلى يصير ديستراكشن للريد بلات سيل شيء داخلي هذا ايش بنسميه يا اخواننا انهيريت ريد سيل ديفكت انهيريت يعني انا عندي ديفكت في الريد سيل من جوا انهيريت بنسميه انترا كورباسكيولار انترا كورباسكولار انترا كورباسكولار اللي خلى الهيمو ال... للانيميا شيء من الداخل طيب في انا عندي اكسترنال فاكتور او بنسميه اكسترا كورباسكولار اي اللي خلى الديكراديشن للريد بلاد سيل شيء من الخارج كيف يعني انا يا إخوانا شخص عنده الفالف خربان اللي موجود في الهارت حقيقة لما انا يكون عندي الفالف اللي موجود في الهارت خربان بيصير كل ما الدم يمرق على الفالف الريد سيل تتكسر ليش لانه انا عندي الفالف خربان الفالف خربان فكل ما تمرق الريد سيل على هذا الفالف تتكسر شويه تتك... كل مره تتكسر شويه كل مره تتكسر ايش شويه فهذا اللي خلى الريد سيل تتكسر شيء خارجي شيء خارجي وبالتالي اكسترا كورباسكولار لكن التقسيمه الاشهر اللي هي يا اخوانا اكوردنج مكان التكسير. هل الريد بلاند اتكسرت داخل البلاد فيزل ولا اتكسرت في خارج البلاد فيزل؟ داخل البلاد فيزل في اي بلاد فيزل فبسميها فاسكولار اي اتكسرت داخل البلاد فيزل. طيب هل اتكسرت خارج البلاد فيزل؟ يعني ما وين؟ في السبلين مثلا. يعني لو الريد بلاند اتكسرت في السبلين اي خارج البلط فيزل ايش بسميها إكسترا فاسكولار إكسترا فاسكولار وهذه هي التكسيمة اللي حنمشي عليها يا اخوانا تمام الان الإكسترا الإكسترا فاسكولار هيمولايسيز الان يا اخوانا كيف بدي يصير انا كيف الريد بلاد سيل بدها تتكسر عند السبلين إكسترا فاسكولار caused by defect that increase destruction of the red cell by phagocyte. انا عند السبلين في فاغوسايت وفي برضه الماكروفيج فممكن هذه تبتلع الريد بلاد سيل وبالتالي تتكسر الريد بلاد سيل مثلا خاصة يا اخواننا في قضية الانتي بادي كوتينج ريد سيل فروم سيركيوليشن انا ممكن الانتي بادي الانتي بادي يروح يا اخواننا يهاجم الريد بلاتسل سيل لما الانتي بادي يهاجم الريد بلاتسل سيل هذا الريد بلات سيل في نهايه المطاف بتلف السيركيوليشن بتروح على سبلين لما تروح على السبلين مين بتعرف عليها الماكروفيج والفاجوسايت بتعرف عليها فبلاقيها فبيبت... اب يعني يعني الأص... يعني بلاقيها شكلها غريب ولما الماكروفيج تلاقي الريد بلات سيل شكلها غريب بتروح تبتلعها ليش لانه الريد بلاد سيل عليها انتي بادي فلما يكون الريد بلاد سيل عليها انتي بادي وتروح هذه الريد بلاد سيل على السبلين بتعرف عليها الماكروفيج انه عليها إشي غريب إشي غريب فبتروح ايش تعمل لها فاجوسايتوسيس فبصير الدستراكشن خارج الريد بلاد سيل اكسترا فاسكولار او يا اخواننا زي الهيريديتري سفيروسايتوسيس او الثلاسيميا او السيكل سيل انيميا او الاميون هيموليتك انيميا the موست immune هيموليتك انيميا هلقيت ايش بصير الريد بلاد سيل الريد بلاد سيل النورمال النورمال الطبيعيه لما تروح على السبلين تمام بتقدر تمرق بالساينوسويد تبعت لسبلين يعني بتقدر تعمل ديفورمات يعني تقدر تغير من شكلها اعيد الريد بلاد عشان شكلها النورمال كون كيف لما تروح على سبلين بتقدر يا اخواننا تدخل من الساينوسويد تبعت لسبلين لانها بتقدر تغير من شكلها وتعمل ديفورماتابلتي ديفورماتابلتي يعني ايش تقدر تغير من شكلها يعني يا اخواننا قضيه الفليكسيبيليتي الفليكسيبيليتي فبتقدر تدخل من الاماكن الضيقه اللي موجوده في السبلين لكن لما تكون هذه ريد بلاد سيل اسفيروسايتوسيز هيريديتري او لما تكون ثلاثيميا او لما تكون سيكل سيل انيميا لما تروح على الانسبلين بتفقد الفلكسابيليتي بتفقد انه تقدر تغير من شكلها فلما تروح على الاماكن الضيقه الفلسبلين زي الساينوسويد ما بتقدر تغير من شكلها وتقدر تمرق من الساينوسويد وبالتالي راح تضلها محشورة عند السبلين مين بلاقيها الماكروفاج فبتبتلعها اذا بصير انا عندي ديمينيشت يعني نقصان في الديفورماتابيليتي اوف ذا ريد بلاد سيل از ا ميجر كوز ذا ريد سيل ديستركشن ان ذا سيفيرال هيموليتيك انيميا ذا ديمينيشت ديفورمابيلتي make the passage with the spleen sinusoid difficult ما هي بتقدرش تغير من شكلها وبالتالي مش راح تقدر تدخل في الساينوسويد and the red cell that become stuck بتضلها ايش stuck وبالتالي بتصير الفاجوسايتوسيز والماكروفيج اللي موجوده في السبلين تتعرف عليها وتعملها انجلفمنت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد لاحظ لما انا الماكروفيج تعمل انجلفمنت للريد بلاد سيل طب ما هو الريد بلاد سيل تحتوي على هيموغلوبين وبالتالي الماكروفي وبالتالي السبلين راح يودي الهيموجلوبين وين او بديش اقول الهيموجلوبين راح يودي البيليروبين وين على الليفر لسبلين بيودي البيليروبين على الليفر ما هو يا اخوانا انت عملت ديجراديشن لريد بلاد سيل فانتج عندك هيموغلوبين عملت له تين اوفر فانتج عندك بيليروبين رحت كبيته على الليفر لكن انت كميه البيليروبين اللي وديتها على الليفر كتير فصار انا عندي هايبر بيلورونيميا اند جوينتس تمام طيب هلقيتي نتيجه الشغل الكبير على الماكروفيج والفاجو اللي موجوده في السبلين اكيد راح يصير انا عندي يا اخواننا سبلينو اي تضخم في سبلين سبلينو ميجالي لانه السبلين قاعد بيشتغل قاعد فيري فيري اكتف بيكون لانه خلايا السبلين زي الماكروفيج والفاجو ست بتكون فيري اكتف فسبلين بصير له سبلينو ميجالي وورك هايبر يعني الهايبر نتيجه الفيري اكتف نتيجه الورك لما انت تضلك تودي باليروبين على الليفر الليفر راح يودي البيليروبين على الجول ستون وبالتالي يعمل البيليروبين رشت راح يودي البيليروبين على الجول بلادر وبالتالي يعمل بيجمنت جول ستون بيجمنت جول ستون وممكن يعمل الى كولي ليثياسيس ممكن تؤدي الى كولي ليثياسيس كولي ليثياسيس تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الان الانترا فاسكولار هيمولايسيس ديستراكشن of the red cell وين في البلاد فيزل في البلاد فيزل يعني مثلا كوز باي انجري سو سيفير that ريد سيل بيرست within the circulation يعني انت يعني يا اخواننا انا تكون الريد بلاد سيل انجري سيفير انجري intravascular hemolysis انه انت قاعد بتكسر الريد بلات سيل داخل البلاد فيزل ليش لانك قاعد بتعمل انجري للريد بلات سيل فقاعد بتعمل بيرست للريد بلات سيل طب الكوز ميكانيكال تروما زي ديفيكت في الهارت فالف بايوكيميكال ايجنت fixation اوف the complement exposure تو the توكسين يعني يا اخوانا ممكن بعض التوكسين بعض او او لما تعمل ما هو يا اخواننا لما انت تعمل فيكسيشن للكومنيمنت سيستم تعمل فيكسيشن للكومنيمنت ما هو الكومنيمنت في نهايه المطاف راح يعمل لايسز للريد بلاد سيل او ممكن التوكسيك هاد يروح على الريد بلاد سيل ويعمل لها سيفير انجر ويعملها رابتشر ولايسز او يا اخواننا بواسطه فيزيكال, فيزيكال فيزيكال ايجنت زي الهيت زي الحراره العاليه برضه بتعمل لايسز للريد بلاد سيل وانفجار ايضا يا اخواننا الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ايضا هذا الانزيم بيعمل ربطه للريد بلاد سيل انترا فاسكولار يعني يا اخواننا يا اخواننا اي إشي راح مسك في الريد بلاد سيل داخل البلاد وعمل لها ربطه توكسيك حراره كيميكال ايجنت كومبلمنت فيكسيشن اي شيء راح على الريد بلاد سيل وعمل لها ايش ربطه داخل البلاد فيزل تمام تمام طيب الان لما انت بدك تعمل رابتشر للب... لل... للريد بلاتسيل سيل طب ما هو الريد بلاتسيل مليانه هيموجلوبين اصلا تلت الريد بلاتسيل سيل هيموجلوبين فراح يرتفع الهيموجلوبين في البلاد هيموجلوبينيميا ولما الهيموجلوبين لاحظ في البلاد فيش ماكروفيج زي السبلين في البلاد فيش ماكروفيج فالهيموجلوبين راح يضل هيموجلوبين مش راح يتكسر بواسطة الماكروفيج مش راح يصير إيلو تيرن أوفر فالهيموجلوبين راح يرتفع في البلاد هيموجلوبينيميا بعد كده راح يروح على على الرينال عشان يروح على الرين على ال على اليورين فبيصير هيموجلوبين هيموجلوبين يوريا هيموغلوبين يوريا الآن الهيموغلوبين اللي راح على اليورين راح مش متكسر يا إخواننا. أنا فيش عندي ماكروفيش اللي تكسره فيش عندي ماكروفيش في البلاد اللي تكسر الهيموغلوبين وبالتالي الهيموغلوبين راح على اليورين مع الحديد اللي جواته مع الحديد وبالتالي صار أنا عندي هيموسيدرين يوريا في اليورين حتلاقي الهيموسيدرين لأن الحديد مرتفع الحديد مرتفع لاحظ انت انت لما انت تودي الهيموجلوبين عند الرينال ممكن يصير ري ابزوربشن للهيموجلوبين لما يصير ري ابزوربشن للهيموجلوبين الهيموجلوبين كبير فممكن يا اخواننا يعمل اوبستراكشن للبلاد فيز الصغيره اللي موجوده في الرينال فيعمل اكيوت تيوبولر نيكروسيس اكيوت تيوبولر نيكروسيس ممكن يا اخواننا اذا كان سيفير يؤدي الى رينال فيلير تمام ماسيف انترا فاسكولار بيعمل لي اكيوت اكيوت على السريع ابربتلي اكيوت تيوبولار تمام الان لاحظ انا في الانترا فاسكولار انا صار انا عندي اكسكريشن لل للهيموجلوبين مع ال مع الايرون فصار انا شوي شوي اعمل ايرون لوس ايرون لوس وبالتالي ممكن يكون عندي ايرون ديفيشينسي يا اخواننا لكن في الـ في, الاكسترا فاسكولار هيمولايسيز يعني التكسير في السبلين اكسترا فاسكولار التكسير في السبلين وبالتالي الماكروفيج بتكسر الهيموجلوبين حينئذ بتكسر الهيموجلوبين الى بيليروبين اما الايرون اما الايرون بترجع بتعمل له ري ابزوربشن في البلاد وبالتالي لما انت تعمل اكسترا فاسكولار هيمولايسيز الايرون ما بتخسرهوش الايرون ما بتخسرهوش لكن لما تعمل انترا فاسكولار هيمولايسيز الايرون قاعد بينزل مع اليورين الان اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في حاجه يا اخواننا اسمها الهابتو هابتوغلوبين، هابتو ما هو الهابتو الهابتوغلوبين عباره عن مركب لما يكون الهيموجلوبين مرتفع في البلد بيروح بيمسك في الهابتوجلوبين عشان ينزلوا في اليورين عشان ينزلوا ايش؟ في اليورين فلما انت بدك تعمل intravascular هيمولايسيز اذا الهيموجلوبين مرتفع في البلد ما احنا قلنا ايش يعني intravascular هيمولايسيز؟ يعني الريد بلد سيل انفجرت داخل البلد البلد فيزل داخل الب... او الكارديو فاسكولار فيزل او الكارديو فاسكولار سيستم وبالتالي لما البلط لما الريد بلاد سيل تنفجر مليانه هيموغلوبين تمام وفي شي ماكروفيج اللي تعمل ديجراديشن للهيموجلوبين فبصير الهيموجلوبين مليان في البلاط لما يكون مليان في البلاط بيروح بيمسك في الهابتوجلوبين والاثنين بينزلوا في اليورين طب لما يكون الهيموجلوبين مليان بشكل كبير اذا الهابتوجلوبين راح يصير له ديكريز في البلاط دك لانه راح يضل يمسك في الهيموجلوبين وينزل في اليورين يمسك في الهيموجلوبين وينزل في اليورين عشان كده الانترا فاسكولار هيمولايسيس بيقلل الهابتوجلوبين بشكل كبير طيب الاكسترا فاسكولار هيمولايسيس في الاكسترا فاسكولار بيكون الدكرادشن في السبلين والماكروفيج بتكسر الهيموجلوبين الى بيليروبين لكن هناك هناك جزيئات من الهيموجلوبين بتفلت بتفلت من الماكروفاج بتفلت من الماكروفاج وبتروح على البلاد لما هذا الهيموجلوبين يفلت من الماكروفاج ويروح على البلاد ايضا بمسك في الهابتوجلوبين والاثنين بينزلوا في اليورين فالاكسترا فاسكولار هيمولايسيس ايضا بيقلل الهابتوجلوبين من البلاد لكن الانترا فاسكولار هيمولايسيس بيقلل الهابت الهابتوجلوبين اكثر بكثير من الاكسترا فاسكولار هيمولايسيس لكن كلاهما له ديكريز ذا سيروم اوف ذا ليفل اوف هابتوجلوبين يعطيكم العافيه جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>